أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الجمهور الكريم الذي تجشم متاعب السفر والحضور إلى هذا المكان الطيب. الواقع مجيئكم هو تكريم، مجيئكم هو شرف، مجيئكم هو عطاء، ونحن في ليلة ليست ككل الليالي، لأن الوفاء هو سمة الشرفاء الذين يعرفون ويقدرون قيمة المعطي بلا حدود. المكرم في هذه الأمسية الجميلة والليلة التي جمعتنا معا في حبه وتقديره وتكريمه، إنما تجسد مثلا جميلا لبلادنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أعطوا بلادنا كل ما تحتاج إليه من خير وفير عميم وأمن وسلام ومحبة دائمة بين أبناء الوطن. أما هذه الليلة، قبل أن أقول شيئا عن المكرم بوفائكم في هذه الليلة، لابد أن أشكر معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لأنه ترك بصمة جميلة، هو الذي أشرف على هذا التكريم وهذا اللقاء من الألف إلى الياء. أسأل الله له الصحة والعافية والنجاح والتوفيق دائما في حياته.